قد تبدو هذه الألعاب مألوفة للأهالي ومسلية بالنسبة لأطفالهم، لكنها تحمل في الوقت ذاته الكثير من المخاطر على الأطفال. يقول أخصائيون في النجف أن بعض الألعاب الليزرية ذات مخاطر كبيرة على عيون الأطفال في حال تعرضهم لها لفترة طويلة، وأن هذه المخاطر لا تظهر تأثيراتها على عيونهم سريعا، وهنا تكمن خطورتها الحقيقية. المشكلة لما يتركز الضوء لفترة طويلة، يعني الطفل يظل يباوع على اللايت لفترة طويلة، ولما يكون اللايت مصدر مالته قريب على العين، وكل ما تعلى الطاقة مالت الليزر وكل ما الفترة أكثر، كل ما المسافة أقرب راح يكون الضرر بالعين أكثر. هذا راح يسبب حرق بالخلايا مال الشبكية مستلمات الضوء، ويحرق قسم من عدتها وتضعف درجة الرؤية عند الأطفال، فممكن يسبب عمى. إصابات مالته المشكلة أنه ما تشخص مباشرة، يعني الطفل يلعب بالليزر الأهل ما يدرون، بس ورا فترة طويلة راح يكتشفون أنه هذا الطفل نظره ضعيف، راح يتقرب من التلفزيون، من يدخل المدرسة راح يشوفه ما يشوف زين. إدارة مستشفى الحكيم تقول إن ردهات الطوارئ فيها تستقبل الكثير من حالات الإصابة، وخاصة في العيون في الأعياد والمناسبات، محذرة من آثارها الخطيرة على الأطفال ومطالبة بإجراءات سريعة للحد منها. تستقبل مستشفانا الكثير من حالات الإصابة في العيون جراء استخدام الألعاب، وهي إصابات تترتب عليها أثار مستقبلية على الطفل، كما أن هذه الإصابات تحمل المؤسسة الصحية عبئا إضافيا نتيجة الضائق المالية التي تمر بها البلد حاليا، والتي تمر بها المستشفيات والمؤسسات الصحية حاليا. دائرة صحة النجف طالبت بإجراءات دائمية وليست مؤقتة في الأعياد فقط للحد من تداول وبيع لعب الأطفال الضارة في الأسواق، مؤكدة أن المسؤولية تقع على الجهات التنفيذية والإعلامية إلى جانب الأسرة. الجهات المعنية مثلا مجالس المحافظات تصدر تشريعات بمنع تجارة ألعاب الأطفال، أجهزة الشرطة مثلا تمنع بيع وتداول هذه الألعاب، الأسرة أيضا لديها دور كبير ومؤثر. المواطنون شاطروا الجهات الصحية القلق من وجود وبيع هكذا ألعاب خطيرة في الأسواق والسماح بدخولها البلد ووصولها إلى متناول الأطفال. أنصح العوائل وأنصح الحكومة أن يمنعون هذا الجهاز، لأن هو بمضرة الآن، وسحنا هنا مستشفى الحكيم يعني هواي جت حالات. العائلة أهم شيء، الطفل ماذا، وبعدين حتى جت فد عقوبة على المحل اللي يجيبها ماذا. تحذيرات الجهات الصحية تحتاج إلى إجراءات موازية من الجهات ذات العلاقة لمنع تداول أو بيع هذه الألعاب الخطرة في الأسواق المحلية. راجل نصير الحرة، النجف الأشرف.